بن، مستشارة بلدية صويرة وناشطة حقوقية. حقيقة أنا يؤسفني أن الفكرة أو الفكرة الأدبية أو الإبداع الأدبي ديال واحد المجموعة ديال الإخوان تم سارقة ديالو والاستيلاء عليه من أجل توظيف لغاية الانتخابات. احنا كنعرفوا الفراع اللي هو متابع في ملف التعاضدية أنه دائما كان إنسانا يخرق القانون ولا يهمه الاعتبارات المعيارية الموضوعية اللي تصريف المال العام. بالنسبة له هو مثلا الفكرة هو ماشي مع الثقافة ولا مع روح الثقافة، ولا هو فقط مع كيفاش يمكن له يخرج المال العام من البلدية ويدوم بوزو الجمعيات ويعاود يتلقى ليه، بدليل أنه هو الرئيس تاع الجمعية ديال الباسكيت الأمل، وهذه الجمعية اللي كان فيها رئيس وتحيد بناء على التعليمات ديال القضاة تاع المجلس الجهوي للحسابات، كيقولوا ليه ما يمكنش تكون رئيس جمعية وتشد الدعم من البلدية. من بعد ما كان استقل ودار واحد السيد اللي هو تم توقيف مدى العمر من طرف الجامعة ديال الباسكيت، تم إعادة انتخابه هو على رأس هذا النادي، وبدا كياخذ هذا السيد الاموال من البلديه، يعني كيدوزها ليه وكياخذها من المجلس الاقليمي، نظرا لان رئيس المجلس الاقليمي هو نفسه هو كذلك منتخب في البلديه ومفوض له في قطاع الاشغال العموميه، يعني هو اللي كيدبر الميزانيه ديال البلديه، ومن جهه اخرى مشاو حتى للجهه تيجدوا فلوس من الجهه وكيتصرفوا فيهم، وماشي غير هكذاك، مشاو حتى لوكاله تنميه الواحات وحمايه اركان وخذوا منها حتى هي لهذه الجمعيه ديال الباسكيت من اجل المال العام ماشي لغايه التنميه. حنا لو رجعنا للفكره ديال تروح موكادور كمهرجان، فهي كتقوم على الثقافه وعلى اعطاء الاشعاع الثقافي للمدينه. هذا السيد اللي هو في البلديه لو كان كتهمو الثقافه كبدا بعدا غير بالخزانه البلديه اللي حداه. اي واحد فيكم دابا الا مشى تصور غادي يشوف الوضع ديال الثقافه ديال صويره الحقيقي. هل رئيس المجلس البلدي تهمه الثقافه في صويره؟ لو كان تتهمه غادي يبدا بالبلديه وغادي يدير واحد المركب ثقافي في المدينه، راه المغرب كله فيه المركبات الثقافيه ما كايناش في صويره، وغادي يدير واحد الدار للمسرح وللفنون ولهذا الفن القناوي اللي كتشتهر به المدينه في منطقة مهرجان القناوي. هادشي كله لو دابا مشينا نوقفوا عليه غادي نلقاوه لا وجود له. اذا السيد اش كيدير؟ كيطير على الافكار كمجال كقناه لتمرير المال العام من هنا ويشدها في يدو في جيبو من جهه اخرى. لو كانت كتهمو الثقافه في صويرك ودار استراتيجيه ودار تصميم يوضع فيه الثقافة ويميزها ويديرها، إلا جابوا الإخوان فكرة ديال مهرجان روح موكادور غادي يحتضنها في نطاق واحد الاستراتيجية عامة للثقافة في صويرة. الثقافة للأسف في نطاق المجالس البلدية ربما السابقة والحالي بشكل واضح ليس لها وجود في مدينة الصويرة. كاين الاستعراضية الوقتية اللي كتجي، ولكن ديمومة الثقافة في الوقت اللي كلها على مدى السنة لا وجود لها. يعطيني هو برنامج اللي دار في الثقافه واللي خدمه من 2009 حتى الان ونقول ليه حلال عليك تاخذ مثلا هاد تسرق هاد الابداعات الفكريه تاعت الناس، راه هذه راه سرقه فكريه. لو كانت هاد الروح موكادور مسجله في تسجيل فهذا راه غادي تتابعوه من اجل السرقه الفكريه الادبيه بصفة عامة. هذا غير جزء من حلال أو الفساد اللي كتعيش في مدينة صويرة. ولو جينا نتكلموا على الفساد في الشأن المحلي لو نضنا دابا ونعطيكم خروقات في التعمير بالوضوح بالأدلة التامة، ونعطيكم تبديد المال العام كيف كيتم التبديد وسوء التسيير في مدينة صويرة، وتنتمنى من الله حنا كنحاولوا نلجؤوا إلى جهات عليا من أجل ضبط وضعية تاعت هاد المدينة اللي هي غير نموذج ماشي